أخبار كريبتو عالمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركاً بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. يحذر المنظمون السويديون المستهلكين من العملات الرقمية مع تعثر الأسواق، حيث يعتقد المنظم المالي في السويد أنه يجب على مستثمري التجزئة الابتعاد عن المنتجات المالية التي تحتوي على عملات رقمية متقلبة كأصل أساسي. تقوم الخطوط الجوية الفرنسية بتجربة لنظام السفر COVID-19 القائم على بلوكتشين، ثم من المقرر أن تجرب إير فرانس نظاماً قائماً على البلوكتشين للتحقق من نتائج اختبار COVID-19 لركابها. تتحد البنوك الآسيوية الكبرى لتشكيل مجموعة من القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية للبنك المركزي بشأن بلوكتشين، حيث تعمل بعض أكبر المؤسسات المصرفية في آسيا معاً في مشروع مصمم لعبور الحدود وتصفح اللوائح بشكل أسهل من فياتي. يطالب مستخدمو كراكن باسترداد الأموال بسبب عمليات التصفية المفاجئة، حيث يشعر المتداولون على كراكن بالغضب بعد الانهيار المفاجئ الذي أدى إلى عمليات تصفية بالجملة، بينما كان يتعذر على المستخدمين الوصول إلى المنصة. علقت موني جرام التداول على ريبل مستشهدة بدعوى SEC، فنظراً للتقاضي المستمر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، فقد علقت الشركة التداول على منصة ريبل حسب التوقعات الفصلية لشركة موني جرام. طرح وزير الخزانة الأمريكي فكرة الدولار الرقمي التي يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي، وما زال التساؤل عن كيفية قيام المنظمين بإدارة غسيل الأموال وقضايا التمويل غير المشروع بالعملات الرقمية. يريد البنك المركزي الأوروبي الكلمة الأخيرة بشأن الوضع القانوني للعملات الرقمية المستقرة الخاصة في الاتحاد الأوروبي، حيث طالب البنك المركزي الأوروبي بحق الفيتو من المشرعين في الاتحاد الأوروبي على مشاريع العملات الرقمية المستقرة الخاصة مثل عملة ديم. حذر بيل غيتس مشتري البيتكوين قائلاً: إذا كان لديك أموالاً أقل من إيلون ماسك فاحترس، حيث يعتقد مؤسس مايكروسوفت أن أي شخص لديه أموال أقل من أغنى رجل في العالم يجب أن ينتبه عندما يتعلق الأمر بالبيتكوين. تقرير جديد يتوقع أن تزداد شعبية الـ NFTs خلال عام 2021، حيث أشار التقرير أن مبيعات NFT خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بعام 2020 بأكمله. كان ذلك كل شيء حتى الساعة. إذا نال هذا المحتوى إعجابكم فاشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لمزيداً من الأخبار ومزيداً من الفيديوهات التعليمية المجانية.